السلام عليكم، معكم أحمد الماجد من ومضة السعودية، ومعي اليوم إياد الشبعان co-founder of Swipe Service في المنطقة الشرقية في السعودية. كيف حالك إياد؟ هلا والله، مرحبا. إياد، خليني أبدأ معك. لو تقدر تشرح للمستمعين ما هي خدمة Swipe Service؟ ممتاز. سوايبر سيرفيس هو تطبيق على الجوال، والهدف الرئيسي من سوايبر سيرفيس ان يوصل بين اللوكال سيرفيس بروفايدر مثل السباكين، النجارين والكهربائيين، وبين الكاستمرز الموجودين يعني في within local area. وهل يوجد أي منافسين لهذه الخدمة في منطقة الخليج أو المنطقة العربية بشكل عام؟ not yet، مش في منطقة الخليج. no. some في بعض المنافسين، يعني في بعض الويب سايتات اللي بدأوا الفكرة نفسها تقريبا موجودة في أمريكا، في أظن موقع بعد واحد في بريطانيا. وطبعا زي ما أنت تعرف أنه عندنا في البلاد العربية، خاصة في منطقة الخليج وفي السعودية، هناك اهتمام كثير بالثقة بين الأشخاص، خاصة لأنه كثير من ربات البيوت هم سيدات. فكيف تريد أن تستخدم خدمة سوايب سيرفيس عشان توثق بين مقدمين الخدمة اللي هم مثلا السباكين أو النجارين وربات المنازل؟ نعم، الابلكيشن حقنا طبعا احنا التارجت السيرفيس بروفايدر، السباكين والنجارين سو اون. احنا ما نروح لهم شخصيا، احنا نروح للكمباني حقتهم، للمؤسسه او للشركه اللي تمثل السباكين. وطبعا احنا بالاضافه الى ذلك بيكون معنا كريتيريا معينه، مثلا سنه الخبره، مثلا ارقام تليفوناتهم، صورهم، الريتنج حقهم and so on. So الأشخاص اللي بيكونوا موظفين معانا أو يكونوا registered معانا في الابليكيشن بيكونوا already يعني pre-certified. وطبعا بما أن هذا التطبيق، هذا الابليكيشن، يستخدم تقنيات حديثة كثيرة، وفي نفس الوقت يعتمد على اعتقاد الناس واستخدامهم له، ماذا تعتقد واجهت في تحديات أكثر؟ التحديات التقنية أو التحديات الموجودة في الكلتشر عندنا في السعودية، أنك عشان تحصل مستخدمين للبرنامج؟ ايه والله، شوف، هو من ناحية التحديات التقنية احنا يعني التيم حقنا مميز شوي، فاحنا معنا انا شخصيا وواحدة من الزملاء we are both computer scientists، يعني احنا اثنين مبرمجين، فمعنا الباك جراوند تكنيكال. فمن ناحية التحديات التقنية يعني احنا الحمد لله يعني we are doing good. بس من ناحية الأشياء غير التقنية، اوكي، هو اصعب شيء في الموضوع ان احنا يعني نحط يدنا على المشكله، يعني نقول احنا اوكي هذه المشكله موجوده في السعوديه. مثلا فكرتنا احنا نقول المشكله موجوده في السعوديه ان النساء مثلا وحتى الرجال، اوكي، معهم يعني واجهوا صعوبه انهم يشوفوا سيرفيس بروفايدر مثلا سباك او نجار عنده كواليتي معينة، عنده ستاندرد عالي، عنده أسعار مناسبة، يجي بالوقت، عنده أمانة and so on. فأنا أظن الشيء اللي أصعب في الموضوع إن إحنا نحط يدنا على المشكلة ونعرف المشكلة بشكل جميل يعني، أوكي، ونشوف إيش هي الحلول لها. وبالنسبة لسوق التطبيقات أو الموبايل أبس بشكل عام في الخليج، خاصة في رأيك، ما هي أكثر التحديات التي يجابهها هذا السوق من ناحية المنتجات التي تصدر في الخليج نفسه، التطبيقات اللي يسوونها مبادرين في الخليج؟ شوف، هو سوق التطبيقات في الخليج يعني، بس برجع يعني لسؤال الجواب اللي قبل، انه هي المشكله مش مشكله الابلكيشن نفسها، لا، هي مشكله انه ايش هي الفكره او ايش هي المشكله اللي احنا قاعدين نبغى نحددها بالضبط. فنلاحظ مثلا في تطبيقات كثيره موجوده مثلا في الدول في امريكا، في اوروبا وسو اون، موجوده ويوزفل، عرفت شلون، بس ان ما لها استخدام هنا لان الكالتشر او تقدر تقول يعني البيئه كل شيء كذا على بعضه، زين، يعني ما يخلي الابلكيشن مهم او ما يخلي الابلكيشن يوزفل هنا. فواحده من الـ 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 يعني من اهم الاشياء ان احنا نخلي الابلكيشن حقنا يستخدم لانه ينفع الاشخاص بصفه يعني مباشره او ينفع الزبائن بصفه مباشره. شكراً لمشاركتك بوقتك معنا إياد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في اللانش حق سوايب سيرفيس. وبس كنت أبغى أقول للمستمعين أنه سوايب سيرفيس إن شاء الله بيكون موجود في الأبليك ستور والأبليكيشن ستورز
في خلال 8 شهور من الآن إن شاء الله. إيه. شكرا يا شكرا.